أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج والتي نتابع فيها مع حضراتكم سوق الملابس الجاهزة. في جولتنا أعزائي المشاهدين داخل أحد محلات الملابس الجاهزة بنشوف سوق الملابس الجاهزة إزاي إنها بتختلف على حسب نوعية المنتجات المعروضة في كل مكان، وبنجد أن كل محل أو مجموعة محلات بتتخصص في نوعية معينة من الملابس الجاهزة. أستاذ عمرو، يعني النهاردة إيه نوعية الملابس الجاهزة اللي أنت بتتخصص فيها النهاردة؟ كل حاجة تخص الكاجوال عامة، كبنطلون، قميص، كتشيرت، عامة بتفصيلة كاملة. ولو مثلا بنضم طعم شوية كلاسيك كبدلة كبليزر، الشغل ده برضه شغال معانا حلو. يعني نعرف يعني ممكن يكون ملابس خاصة بالأطفال، خاصة بالسيدات، خاصة بالرجال. الجديد بقى له في حاجة كاجوال، حاجة محلات بدل كده. بدل واحنا متشكلين في هنا، عندنا شغل عامة، لما يبدأ عندنا أطفالي برضو وعندنا شبابي، عندنا بنلبس مراحل السنية جميعا، يعني جميع مراحل السنية إن شاء الله بنلبسها. فعندنا تشكيلة كاملة يعني من كل الموديلات، سواء سن كبير أو سن صغير أو أطفالي، كل ده موجود عندنا إن شاء الله. طيب كلمنا عن المنتجات المعروضة عندك، المصري منها والمستورد. يعني هو أغلبية الشغل أو أغلبية المنتجات بتبقى شغل مصري، يعني أغلبيته تصنيع المصري، يعني شغل مصري، فهو ده اللي شغال معنا أكتر. وبعدين سعره قريب للناس وخامته بتبقى أفضل من المستورد شوية، يعني غير المستورد. المستورد كان في الأول برضو خامة أعلى شوية، بس حاليا لا، المصري برضو بيشغل شوية في مجال الملابس والمنسوجات. طبعا احنا من زمان لنا تاريخ في المجال ده، يعني هو احنا فترة جامدة شغالين في المنتج المصري، بس يعني لنا فترة جامدة مصري، كل حاجة تقريبا مصري، الا اذا كان مثلا في قماش مستورد وتفصيل مصري، يعني صناعة مصرية. بس هو ده الشغل عامة كله في انت تعتبر اليد رقم كام؟ يعني انت هل انت بتجيب منك للمصنع مباشرة للمستهلك، ولا في وسيط بيكون بينكم وبين بعض؟ لا، في حاجات من المصنع على طول، وفي حاجات برضو يعني مني الوكيل او مني الحاجة توكيل من المصنع نفسه. زي كده. بس وبنشكل يعني عندك الناقصة بكملها من هنا. يعني لو المصنع مش التشكيلة كلها كاملة بشكلها من يعني المصانع بتتخصص في خطوط انتاج معينه، فانت مش معقول هتروح لكل مصنع تاخد منه منتج معين. لا، في يعني المصانع في حاجات بتخصص البنطلون بس، وفي حاجات بتتخصص البنطلون وقميص وتيشيرت وكذا، يعني على حسب. احنا برضو شغالين في كذا منتج معين، ناخدين زي نظام برضو شغل التوكيل بتاعه، فبنشغل بيه الخامات كلها، يعني قميص او تيشيرت او بنطلون مثلا، كل دي تشكيله من مصنع واحد. وفي مصنع تاني مثلا بنجيب منه بنطلون بس، في مصنع تاني بنجيب منه بنطلون وتيشيرت.
في مصنع تاني بنجيب تيشيرت وقميص بس كده يعني، على حسب اللي انت بتحتاجه من المكان نفسه. نتكلم عن ازاي طريقة العرض هنا مهمة جدا، يعني النهاردة انت لازم كل الموديلات تكون موجودة ومعروضة وتتيح للمستهلك او المشتري حرية اكبر في الاختيار. يعني هو عامة ده بيبقى شغل الناس اللي شغالة معنا في المحل هنا، تبقى ايه ترتيب شغل كويس وتنظيم في الشغل، وبنحاول نظبط على قد ما نقدر برضو ايه نظبط للناس العروض للخصومات بتاعتنا. عامة احنا تقريبا في السنه بنعمل 5 6 عروض مش عرض واحد، فممكن كل جمعه نعمل لنا عرض، ممكن كل اول شهر نعمل عرض، يبقى ايه على حسب يعني. وبنحاول على قد ما نقدر برضه نقرب الدنيا للناس، تخلي الناس كلها تتعامل معانا في طب خلاص اخذتنا حضرتك الحديث عن سياسه العروض بمعنى صح، والعروض طبعا منها تشجيع وترغيب لتحقيق نسبه مبيعات عاليه جدا. يعني هل احنا ساعات انا بس نستعجب، يعني ازاي انت حاجه تعمل لي عليها خصم 50% وما كنت بتبيعها بكام؟ أيوة. تمام، لما انت بتبيعها طب ايه اللي بيلجئك على انك ترخص من سعر السلعه اللي عندك انت؟ والله هو بيبقى عامه الخصم ده بيبقى ايه على حسب المنتجات اللي عندك. مثلا في منتجات بتستاهل ان انت ممكن عايز تخلص منها مثلا كميه عشان خاطر ايه او نجيب موديلات جديده، او تبقى ايه مثلا اواخر حتت فاضل منها حتت بس بتاع كده، فبتعمل عليها خصم زايد شويه. غير الحاجات اللي تبقى لسه جديده وكده بتبقى خصمها اقل من 50 شويه، ما يبقاش 50 يعني 20 25%، بنظبطها على حسب ايه وضعها يعني. بس البعض قد يتخوف يقول لك دي لا انت اكيد فيها يعني سلعه معيبه وعينه، طبعا هي حتى لو كده انت بتعين السلعه، انت بتعينها يعني مش لا بنعينها كله مش حضرتك هتضحك عليك لا لو عايز يبدلها برضه في خلال العرض بنبدلها له عادي مش مشكله. فيها اي حاجه فيها بتاع ده عندنا السياسه دي عامه، يعني زي سياسه الاستبدال او الترجيع موجوده بس ايه لفتره معينه. يعني اي حاجه مثلا شفتها اكتشفتها في حاجه بتاعك مكانك، يعني في اي وقت مثلا عايز تشوف اي حاجه ده متاح ليك يعني. البعض بيلجا الى سياسه العرض الغير متوقع، لان لو عملت مواعيد ثابته للعرض انت هيجي لك على مواعيد العروض وخلاص او يوم سبت، فالسياسه الغير متوقعه دي عشان أو تغري المستهلك انه يكون على تواصل معاك باستمرار. ايوه فعلا، ما هو احنا عامه لينا فتره شغالين متابعين الموضوع ده، اللي هو كل مثلا اسبوع 10 ايام نروح عاملين عرض، كل اول شهر نروح عاملين عرض ثاني وهكذا يعني ايه لحد ما ايه ان شاء الله بيتحسن شويه، يعني بحيث ان هو يبقى في حركه مثلا مع الناس برضه نريح لهم الاسعار شويه، بحيث ان يبقى في مجال للشراء او مجال للناس تتغير برضه في المود يعني شويه. طيب مواسم البيع بالنسبه لك انت في السلع المتخصص بيها لشغل الكاجوال، هل لك مواسم بيع معينه على الاعياد على بدايه المدارس ولا عادي انت على مدار السنه بتشتغل؟ لا هو طبعا الشغل على مدار السنه
عامة غير شغل المواسم، يعني شغل المواسم بيتراكم انه ايه في ضغط جماهيري مثلا، ان هو ايه داخل عليهم عيد صباح عليهم موسم مش عارف ايه كده، فبيبقى في ضغط جمهوري اكتر شويه. تمام. انما في الايام العاديه بيبقى في ضغط برضه في شغل، بس اللي هو ايه على حسب احتياجات الناس يعني، مش على حسب ايه، مش عامه يعني، الا بقى لو في عرض احنا منزلين خصم منزلين ده منزلين ده، بيبقى في برضه حركه شويه. بس هو ده اللي ايه المجال اللي ماشيين عليه. يمكن العمل في مجال الكاجوال فيه صعوبه اكتر استاذ عمرو، انك لازم تواكب الموديلات، يعني الكلاسيكي ده ممكن الموديل يقعد له 10 15 20 سنه زي ما هو. أيوة. لكن الكاجوال ده ازاي من سنه لسنه ممكن تفرق معاك الموديلات والتصميمات والالوان المشهوره يعني؟ ما هو عامه احنا لو جينا بصينا ان كل المحلات مثلا الملابس بتيجي مثلا اخر السيزون، يعني اخر الموسم بتاع الصيفي تلاقيه عامل عرض على الصيفي، اخر الموسم بتاع الشتاء يروح عامل ايه عرض على الشتاء، وهكذا. فاللي هو ايه بحاول اخلص بضاعتي من قبل ما اخش على الموسم الجديد، عشان خاطر لما اجي اجيب بضاعه الموسم الجديد اعرف اشكل تشكيله من التفصيل اللي نازله جديده، يعني ايه اعرف انوع من الجديد اللي نازل الموسم الجديد. فبحاول على قد ما اقدر برضه اخش في عرض واظبط، عشان خاطر ايه اخلص كميه، عشان خاطر اعرف اشكل موسم جديد. بدات المرحله دي معاك، احنا حاليا دلوقتي يعني في شهر 9، فهل يعتبر شهر 9 ده خلاص الصيف بيودع؟ اللي اشترى شيف اللي اشترى صيف اشترى من بدري، فتبدا في مرحله العروض عشان تبدا تستعد للخصومات. تبقى مرحله الخصومات بقى معانا 9 و10، ده كله بقى ان شاء الله يبقى ايه في خصومات كتيره يعني باذن الله. واول ما بتيجي معانا الشتاء برضو ان شاء الله، يعني اول ما بتيجي معانا موسم برضو بنحاول نخش بسعر حلو بخصم برضو كويس، بحيث ايه برضو نعرف الناس ان احنا اشتغلنا شتوي، نعرف الناس كده يعني ان احنا ايه غيرنا الشغل من صيف لشتوي، فبنبتدي معاهم بعرض. البيئه لها تاثير معاك استاذ عمرو؟ يعني في موديلات معينه والوان معينه تقول له ما بتمشيش عندي في اسوان يعني. ايوه يعني اسوان هنا اعتقد الالوان الداكنه اسود الكحلي ما تمشيش في الصيف. مش مستحبه يعني. بس هو في الوان اساسيه عامه، وفي الوان ما بتمشيش عندنا خالص، يعني في الوان مثلا بتمشي مثلا في مناطق معينه في البحري مثلا او في مصر او كده، الوان اللي هي الفاتحه الخالص بتمشي خالص معاهم هناك حلو. هنا عندنا لا، يعني عندنا ميل للغوامق شويه. مع ان احنا يعني المفروض نميل للفواتح عشان الحرارة كمان وكده. امصام لا، احنا امصام بقى بنحب الفواتح بصراحة يعني، بنغير بنلبس فواتح عامة يعني، بس الاسود محدش بيقرب عليه بصراحة في الصيف، لان عندنا حرارة زي ما انت شايف عالية شوية. فبس هو ده. فانت يعني احيانا بتراعي ذوقيات المجتمع اللي انت فيه، لان قد تختلف الذوقيات من مكان الى اخر. طبعا لازم نشكل تشكيله عامه نجيب بيها الذوق بتاع سن مثلا 40 على سن 30 على سن 20، عامه لازم نجيب الاذواق اللي تناسب كل الاعمار، بحيث ان تعرف تبيع برضه لكل الناس، ما ينفعش تبيع لحد معين او لفئه معينه. ازاي برضو تحاول توفر بدائل للسلع؟ يعني نفس القطعه سعرها مثلا 10 قروش وتقول لي نفس القطعه بنفس الشكل سعرها 7 قروش او 5 قروش، لكن دي خامه
ودي خامة مختلفة وتدي له حرية الاختيار على حسب قوته الشرائية. بتحصل حصل يعني، هو انا بيبقى مثلا عندي حاجة زي كده، دي بتبقى ايه شغل اللي هو ده خامة، خامة محترمة جدا يعني، تمام، بتبقى ايه خامته عالية. فلما مثلا باجي بخش على حاجة تانية مختلفة مثلا بمصنع تاني مختلف، ممكن ألاقي سعرها ايه أقل شوية، فبس في فرق في الخامة من دي لدي مثلا، ومش بيبقى الفرق اللي هو يعيب الحتة التانية، لا بيبقى الفرق اللي هو من مصنع لمصنع أو من جودة لجودة يعني، ممكن تبقى حتة محملة سنة في الخامة وحتة أخف شوية في الخامة كده يعني، بتفرق معاك في كده. هتأدي الغرض في النهاية، هتأدي الغرض طبعا، مش هتقول لا يعني، بالعكس أنت ممكن يعني اللي هو إيه تلاقيها برضو في حاجات تلاقيها مش شرط تبقى تقيلة أو محملة مثلا، تبقى إيه ممكن تبقى أغلى من الحاجة المحملة اللي هي الخفيفة دي. فهو عامة يعني بنحاول نجرب شوية، والحاجات اللي برضو يبقى مثلا سعرها قديم تمام، برضو تبقى سعرها مثلا أهدى شوية، بقول لها مثلا ده سعره قديم يعني، ده بسعر غير السعر اللي هو نازل حاليا الجديد مثلا، وهو برضو عنده حرية الاختيار الزبون مثلا في في الحتة دي أو دي أو دي أو دي. نتكلم عن حق المستهلك وحقك أنت كبائع فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع. امتى انت من حقي انا كمستهلك ارجع السلعه وواجب عليك ان تقبلها، وامتى من حقك ان ترفض هذه السلعه، وايه الفتره الزمنيه المسموح بها؟ هو عامه احنا في وقت الشراء نفسه بديه رسيد بالوقت اللي هو هيرجع فيه، يعني بديله مده 14 يوم لحد ما يشوف ال ده ستاندر 14 يوم معاه يعني، لحد ال 14 يوم دول ما بدلتش ما رجعتش، بعد ال 14 يوم بقى خلاص كده اسقط حقه. احنا برضه ايه ما بنحاولش نزعل حد يعني، بس ايه احنا محددينها له حتى في الفاتوره بتاعته، بنحدد له ايه المده اللي فيها الاستبدال او الترجع اللي هي ال 14 يوم. لا طب ممكن خلال ال 14 يوم دول انا لبست القطعه مثلا ولا بتاع ولا احدثت بيها تغييرات او بتاع يعني برضه؟ لا لو حد حصلت فيها حاجه او لبست، مش هقدر ابدل لك حاجه ولا ارجع لك حاجه. انت لكن بعد ما لبستها اكتشفت فيها عيب، لكن بعد ما لبستها واكتشفت فيها عيب واكتشفت انا ان العيب بتاع القطعه نفسه او بتاع المصنع ببدلها لك، استعمال ببدلها لك يعني، او لو خبطها مسمار ولا ايوه الله ينور عليك، دي دي بتبان في القماش، الله ينور عليك، دي بتبان معانا لما بيشوف الحته طبعا، احنا بيجي يرجعها لنا بنشوف الحته بايه، بنعرف ان ده عيب مصنع او ان ده اتقطعت منه او حصل فيها حاجه منه كده يعني. بس بنحاول برضو ايه اللي هو ما نزعلش الناس، برضو بنحاول نتواضع ونوصل معاهم لحل ايه مقبول لينا او ليهم يعني. طيب وانت برضو حفظ حقك لما يكون عندك في السلعه بتيجي بتفرزها طبعا. طبعا يعني لو وجدت سلعه معيبه برضو ايه سياسه التعامل بينك وبين تاجر الجمله مثلا او المصنع نفسه؟ جميل. لا هو اول حاجه عامه الحاجه اللي بتيجي عامه يعني، انا برضو الحاجه اللي بيرجعها للزبون برضو اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، الحاجه اللي بيرجعها الزبون فيها عيب مصنع تمام، برضو برجعها للمصنع تاني يعني ببدلها له، والحاجه برضو اللي بلقاها من اول ما بتيجي دي برضو بنفرزها من الاول من قبل ما نعرضها ونطلعها وبنقيسها زي ما كانت وبنرجعها له تاني، وبناخد بقى استبدال مكانها يعني حاجه مكانها سليم.
ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you.